بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرفت بزيارة مقر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد توعية الجاليات محافظة بيه، وسرني كثيرا ما رأيت من تنوع أماكن هذا المكتب واشتمالها ما يتعلق بالصغار والكبار وللدعاء، وتنوع مرافقه. وحقيقة أهنئهم على هذه الجهود التي تبذل وهذه المحاضرات التي تعقد وهذه الجهود التي تبذل لغير المسلمين وللمسلمين عموما، ودعائي الصادق لهم بأن يتقبل الله تعالى منهم هذا العمل، ودعوتي الأخرى لأهل الخير والفضل والإحسان وأهل العلم والفضل أن يشاركوا ويتعاون مع هذا المكتب للمضي في برامجه وأنشطته إلى الأفضل والأحسن. سائل الله لي ولكم القبول، والله أعلم.